يقول أبو عبد الرحمن: هل يصح، هل من مات بالغرق من المسلمين يكون له 100 درجة في الجنة ويشفع في 70 من أهله كحال شهيد المعركة؟ لا أصل لهذا، ولكن الذي يموت بحادث مفاجئ يكون شهيدا في الآخرة، أما في الدنيا فإنه يعامل معاملة الأموات ولا يعامل معاملة الشهداء، بل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين كسائر الأموات، لكنه يعتبر شهيدا عند الله في الآخرة، يعني له أجر الشهيد. نعم.